اقول لحضرتك حاجه يا كابتن وليد، محدش يعرفها الا دلوقتي. اتفضل. احنا في لجنه منظمه للبطوله العربيه، كان الكابتن مجدي عبد الغني وانا ممثلين عن مصر فيها، وبقيه اللجنه من جنسيات مختلفه، من الجزائر، من السعوديه. تمام. احنا طبعا كنا منفصلين عن الحكام، لان رئيس لجنه الحكام التونسي موجود، هو الدكتور وديع. وديع الجريء. كان معاه الكابتن عصام عبد الفتاح، اللجنه معاه. اللجنه كلها كانت في اجماع ان الحكم الجزائري هو اللي حكم المباراه النهائي. طب ايه اللي حصل بقى؟ ما حدش يقدر يتدخل، هو رئيس لجنه الحكام، هو صاحب القرار، والاتحاد العربي من مبادئه ما حدش يتدخل في التحكيم خالص، ولا اللجنه المنظمه. فبالتالي احنا لقينا ان القرار اللي طالع بالكابتن ابراهيم نور الدين حط طبعا ضغط قوي عليه، ممكن يكون عايز يعملها حاجه مجامله لمصر على ان البطوله في ملعبها، رغم ان كل اللوائح اللي احنا نعرفها الدوليه ان ان الحكم الفرقه اللي المصري بتوصل دور بالظبط. قبل النهائي محدش يحكم منها يكمل فيها بالتحكيم.